ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير في حلقة جديدة في واحد من الناس. طبعا عايز اقول لكم احنا فين دلوقتي وليه العربية ماشية وليه الدخلة ديت. عايز اقول لكم ان حلقتنا النهاردة في واحد من الناس فيها بداية سارة، بداية جميلة، واحنا الحمد لله داخلين على سنة جديدة وبنستقبل عام جديد، وبنقول دايما ان الخير موجود في كل مكان وربنا يكرمنا بالخير. النهاردة في حلقة واحد من الناس انا في هذه العربية رايح مشوار جميل جدا، رايح مع انسانة عظيمة جدا وأميرة جدا وجميلة جدا وطيبة جدا، ست دخلت قلوب المصريين كلهم. لما عرضنا الفقرة بتاعتها في واحد من الناس، حجم الدعاء اللي هي خدته وحجم المشاركة الوجدانية اللي الناس حست بيه تجاهها بعد ما ابنها سابها ورماها وهجرها وبعد عنها كان كبير، ست منى. ست منى النهاردة أنا معاها في العربية طالعين المطار عشان هي بإذن الله رايحة تعمل عمرة، وهي معايا في العربية، فأنا حبيت أشارككم معانا في بداية الحلقة في هذه اللحظة الجميلة قبل ما نوصل مطار القاهرة وتسافر بالسلامة. وهي جنبي هي أولا دي ست الأميرة الطيبة، هي كانت بتخدم الست منى. اسم حضرتك ايه؟ اسمي صباح خلف الله. صباح دي كانت يا جماعة عايز أقول لكم هي اللي كانت بتحميها وبتساعدها وبتخدمها وبتقوم على راحتها لما ابنها محمد صباح. ست منى بقى الجميلة، ايه بقى احكي لي بقى مشاعرك ايه وانت لابسه ملابس الاحرام ولبيك اللهم لبيك وطالع اللي حصل ايه؟ اللي حصل ايه؟ محمد ابني، اقولها تاني، محمد ابني قال لي ايه؟ قال لي، قلت له يا محمد انت ماشي يا محمد من غير ما تسيبني، من غير ولا اكل ولا شرب يا محمد ولا حاجه. قال لي ربنا يتولاكي يامه، والله والله زي ما تكون قال لي ربنا يتولاكي. طب تعالي مش عرفني الاستاذ عمرو، والله يا جماعه انا ما كنت احلم ان انا اطلع عمره، والله يا جماعه صدقوني، والله والله انا كنت يعني متكله على ربنا سبحانه وتعالى ان هو يخلص لي الكاردين بتوعي ويرجع لي معاشي واكل واشرب واجيب الدواء وبس. والله 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 يا جماعه ما كنت اتوقع ان انا اروح عمره واركب طياره، طياره يعني اركب طياره واروح عمره يعني حاجات. وبعدين مين بقى اللي ربنا سخره ليا؟ ما الاستاذ عمرو مش جاي كده، ده ربنا حطه. طب انا جبته منين وقعدته ازاي وهو قعد ازاي؟ ده ربنا هو اللي سخره ليا، ربنا اللي احسن من كل، هو اللي خلقنا هو اللي سخره ليا ووقفه معايا بصراحه. لو ما هو يعني شوف اما يكون ربنا بيحبك يشوفي انت ربنا بيكرمك. لا وربنا مسخرك ليا برضه يا استاذ عمرو، يعني شوف بقى ما احنا خدامين يعني لا يعني شوف اما ربنا احنا المستفيدين. انا بعتبر ان الانسان اللي بيعمل يعني خير هو الكسبان، يعني لما يكون مثلا انت اديتينا فرصه كلنا انا وفريق الاعداد بصراحه الله يكرمهم الله يكرمهم. بحب الناس اللي شايفين الله يكرمهم، كل الناس دي بتحبك لوجه الله. كل الناس شفت دي عيطت عليك لما عرفت ان محمد ابنك سابك ومشي. شفت ربنا ده كل ده ربنا يا استاذ عمرو. سؤال محمد ما حاولش توصل خلاص بعد كل ده؟ يعني واحده بقى طالعه عمره والاستاذ عمرو انا بص انا ما بص يعني ما فيش ما حاولش يصلح يا عمر. عند ربنا بقى، ما هو قال لي ربنا يتولاكي، ما هو قال لي كده ربنا يتولاكي، ما فعلا ربنا متوليني. مين انت؟ مين انت؟ مين انت يعني؟ مين ازاي انا اوصل لك؟ يعني ازاي انا اجي لك ازاي؟ ده ربنا هو اللي حطك وهو اللي جابك. طب ايه تاني؟ انا بس عايز اقول لمحمد حاجه، امك طالعه البيت ربنا دلوقتي يا محمد، راح تعمل عمره معقوله وهي طالعه ومحرمه وملبيه، ما تفكرش حتى تسال عليها تقول لها سلام عليكم، تقول لها يا امي سامحيني قبل ما اسافر العمره. يا ابني انا قلت لك انت باب النار وباب الجنه ده تحت، يعني اقول لك ايه، بس انت دخول الجنه بدعاها ودخول النار بعدم رضاها، انت مش فاهم اسمها ايه. اسمها في غشاوه، هو في حاجه كده ما اعرفش يا استاذ عمرو، يمكن يوم القيامه قرب، يمكن حاولت اتصل بيه عشان اوريه انه طالع عمره تليفونه مقفول. يعني يمكن يعني انا توقعت بعد الامور ما الحمد لله يعني ان هو اشترط علينا احنا شخصيا شروط عشان يا يطلع. استاذ يعني عمرو ده في دوامه، يعني ما اعرفش ابني يعني غيبوبة. ايه ابني اشترط شروط او ده في غيبوبه يا استاذ عمرو؟ ده ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه، ده غيبوبه، ده خلاص ده مش ولاد اهو، ولاد انت وانت ايه الطمع.
انا مش طماعه، انا مش طماعه يا جماعه، ده اكتر من المهم كده. المهم انت بقى ان شاء الله باذن الله لما توصلي النهارده بقى مكه ان شاء الله، الدعوه الاولى بقى ان شاء الله اقول ايه؟ اقول يا رب يا رب كل اللي وقف معايا وكل اللي ساعدني وقف معاه وساعده وقف معاه وفك ضيقته وقف معاه وحب في خلقه ورضيه زي ما رضاني وكرمه زي ما كرمني. وانت يا استاذ عمرو ربنا سبحانه وتعالى يكرمك اخر كرم، والله يا استاذ عمرو والله بقول الكلام ده من قلبي، اقول من قلبي ليه؟ طب ما الناس كلها عارفه. انا برضو عشان جاي النهارده، انا برضو معايا النهارده يعني ايه في انت الجيب ده تملي في مفاجآت في الجيب ده لازم بصي لازم نشوف حاجة. بصي اولا انا جايب لك النهارده ده مبلغ 15000 جنيه هديه عشان مصاريف العمره بتاعتك. والله يا جماعه ما كانش معايا ولا حاجه من وعد من الناس. الله يكرمك يا استاذ عمري، والله ربنا يكرمك، والله والله يا جماعه صدقوني، والله والله يا جماعه ربنا يكرمه اخر كرم، والله يا استاذ عمري الله يكرمك الله يرزقك. وبعدين عايز اقول لك بقى حاجه بقى، شوف بقى الله يفتح في وشك دلتينا على الخير. ليه قلت لي الست دي ايه؟ ست طيبه وخدمتني وبتحميني واقفه معايا، عشان كده في هديه مننا ليكي 15000 جنيه انت كمان. الله يكرمك. عشان ربنا جعلك سبب انك انت جبرتي بخطيرة وقفتي جنبها وجزاء الاحسان. واحده ثانيه كمان يعني اسمها 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 هدى، هما الاثنين مع بعض. حاضر. عشان يبقى يعني ربنا. انا ما بعملش كده عشان فلوس ولا عشان حاجه، بجد انا حسيت انها هي امي. الله يكرمه الله يكرمه الله يكرمه. دي حاجه بسيطه من البرنامج. والله والله ما كان عايزين حاجه والله. احنا بس عايزين النهارده نسلم عليكي. الله يكرمك. اتاخر على الطياره بس انا حبيت اقول لكم اطمنوا على الست. على ست منى هي مسافره ان شاء الله بالسلامه وطالعه عمره ان شاء الله ومحرمه، وانت زي القمر بتحرم. اوعى اوعى تنسوني، اوعى تنسوني، اوعى تنسوني، حتى لو ايه لو رجع اوعى تنسوني برضو، اتصلوا بيا وقفوا معايا برضو لغايه اخر يوم في عمري. يا بخت اللي فكت دقيقة مسلم، يا 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 بخت اللي فكت كربة مسلم، ربنا فك يوم القيامة. اتفرج عنه كرب من كربات يوم. ايوه. فان شاء الله انت بقى بدعاك ده كلنا تدعي الله يرزقك. الله يرزقكم. الله يرزقكم. الله يرزقكم. الناس اللي هي يعني حست قد ايه انت انسانه عظيمه. الله يكرمكم. وربنا يسامح ابني. الله يرزق الله يسامحه بقى. تمشي وتجينا راجعه بالسلامه. الله يرزقك. ان شاء الله عمره مقبوله. الله يكرمكم. وجينا بقى عند النظره الاولى. الله يكرمك. عند سيدنا النبي. لا انت انت يا استاذ عمرو ما انت يا جماعه الراجل ده ربنا هو اللي سخره ليا، والله 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 يا جماعه الراجل ده هو اللي سخره ليا، مين اللي جابه كده؟ والله مش ادعي لك ربنا يستر انا وكل الناس ربنا يرزقهم يا رب، يا رب يرزقهم، يا رب يرزقهم ويفتح فيهم يا رب يا رب. انا بدعي لهم كده. صدقني يا استاذ عمرو ربنا يكرمك اخر كرم، والله 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 ربنا يكرمك اخر كرم والله، وهيرزقك ويفتح في وشك ويحب في خلو، ومش هيخلي فيك اعداء ابدا. عارف ليه؟ عارف ليه؟ عشان انا بدعي لك وقفت واحده زي، والله ربنا يكرمك اخر كرم، والله ما يبقى في اعداء ليك ولا ناس هتكرهك وبكره هتفكرك. والله يا استاذ عمرو ربنا يكرمك. عمر مقبول ان شاء الله، واحنا ان شاء الله يعني انا بس حبيت احنا قبل ما نوصل للمطار نطمنكم على ست منى طالعه العمره بالسلامه ان شاء الله، تروح تيجي بالف سلامه. وزي ما قلت كمان احنا اعلنا في البرنامج عن 25 رحله عمره ان شاء الله لمشاهدي البرنامج ان شاء الله، بداناهم بست منى وان شاء الله تتوالى العمرات باذن الله، تروح وتدعوا لنا ويا رب تقبل منك يا ست منى وتروحي وتجينا بالف سلامه، وان شاء الله عمره مقبوله وذنب مغفور وعمد حميد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. انا هستاذنكم اطلع المطار معاها اوصلها ونرجع للاستوديو بعد كده في واحد من الناس. والله ربنا يكرمه يا رب، ربنا يخليه وربنا يديله الصحه في عياله وفي صحته. عايز اقول حاجه للناس بقى قبل ما تسافري، اوعى تنسوني ربنا يكرمكم، اوعى اي حد اداني قال لي ادعي لي هدعي له، مش هنساه عشان خاطر ان هو وقف معايا وفك كربتي وسلم عليا واتصل بيا، عمري ما هنسى اي حد. واوعوا تنسونا اما ارجع برضه اتصلوا بيا وقالوا لي في الكعبه في اسمه نت
نت ببلاش، هكلمكم واقول لكم، اقول لكم مثلا اي حد ادعي له كده ربنا يكرمكم اخر كرم وربنا يسترها معاكم يا رب، ويا رب الشعب كله 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 يحب بعض، عشان احنا خلاص والله العظيم ثلاثه قليل اول ما تلاقي واحد زي ده وواحد زي ده. والله يا جماعه لا والله 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 كتير قوي والله قوي ربنا طيبين اللي زي ربنا يكرمك ربنا. هستاذنكم عشان بقى نوصل الست منى عشان هو ميعاد الطياره عزف. السلام عليكم. ربنا يخلي كل اللي ساعدني وقف معايا وطلعني عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند ربنا. الله يكرمكم يا رب، الله يكرمكم دنيا وآخرة يا رب، وتفرحوا زي ما فرحتونا، اوعوا تنسوني. السلام عليكم. للحب قصة أخيرة، ده العنوان اللي أنا قررت أن أنا أحطه على هذه الفقرة. زي ما في خير في شر، زي ما في كراهية في حب، وفي حب مستمر حب أبدي. القصة اللي معانا النهاردة قصة حب محدش يقدر يصدقها من كتر إنسانيتها وعمقها وجمالها وقوة معناها. قصة حب فيها وفاء نادر، فيها إخلاص رائع، وفيها مشاعر حقيقية. قصة حب فيها العشرة الحلوة اللي بتخلي قلوبنا مليانة محبة وحنين، وذكريات مش بتموت حتى لو في حد رحل من الطرفين. النهاردة معانا زوجة توفى زوجها من شهور طويلة، ولغاية النهاردة بتزوره في قبره كل يوم. مش بس كده، لا دي كمان بتكتب على قبره مذكرتها، وبتسجل له تفاصيل حياتها اليومية كما لو انه لسه موجود. امبارح كانت تعبانة، عاوز اخد رأيك في موضوع مهم. بكرة هروح ازور واحدة صاحبتي، رأيك ايه؟ تخيلوا، بتتعامل معاه وكأنه حي، تتعامل معاه وكأنه لسه معاها وعايش وياها من كتر حبها ليه وعدم تصديقها انه مشي انه رحل وتركها. الحقيقة قصة حب نادرة، كان لازم اقابل بطلتها واعرف منها الحكاية من البداية. برحب الأستاذة مروة، واحد من الناس. أهلا بك. الحقيقة أنا وقفت جدا قدام القصة، لكني مؤمن جدا بها ومقتنع جدا بتفاصيلها، رغم أن اللي بيشوفونا ممكن يعتبروني بقول أن دي حالة استثنائية، واللي بيشوفوك يقولوا عليك مش طبيعية، قالوا تتعالج. لكن الحقيقة انا بقولك من بداية الحوار اللي بينا، انا مقتنع جدا باللي انت بتعمليه، وان الحب لا ينتهي بالموت. عرفيني نفسك يا مروة. انا مروة، عندي 45 سنة، جوزي 52 سنة. فترة مرضه ما طرتش كتير، 3 سنين. بقالك كم سنة كنتي متجوزة؟ اتجوزته 8 سنين وست شهور وخمس ايام. على ما اظن جوزك كان مريض. جات له جلطة في القلب من 3 سنين. فاكرة يوم وفاته؟
طبعا. ايه اللي حصل؟ هو الصبح طلب ياكل وده مش طبيعي. عايز ياكل ساندوتش مربى، قمت عملته له، اكله وبعد شويه فطر برضه، ده كان شيء مش طبيعي. قال لي عايز استحمى، هو وائل ما شاء الله يعني بيستحمى كتير، بس في المره دي قال لي لا انا عايز استحمى جامد، تحميني جامد قوي. حاضر، بقيت حملي جامد قوي. عايز فروه راسي تزيق في ايديك، حاضر. انده بقى اتنين يرجعوني السرير تاني عشان انا مش قادره اقوم من مكاني. قعدت على الكرسي، انا عايز اصور فيديو لزمايلي في الشغل ابعته لهم واطمنهم عليا. قلت له حاضر. بشغل الموبايل لقيته بيقول لي رقبتي وجعاني، تعالي ادعكيها لي. بدعكيها له، قال لي لا راسي وجعاني، لا انا مش عارفه اتنفس، انده لحد من بره. جريت نزهه التمريض، دخل بيقول له يا محمد انا بموت، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، جاي لك يا رب، جاي لك يا حبيبي، انا بموت. قالها 7 مرات. لقيت المستشفى كلها عندي في الاوضه كلها بدون استثناء. عملوا له الاول تحليل سكر، سكره كويس، الضغط 90/39، الضغط بينهار. رفعوني على الكرسي، قالوا له ما ينفعش، احنا بدينك حاجه ترفع الضغط الاول على السرير. رفعوه على السرير، بعدها بشويه بص لي وقال لي هتتمرمطي من بعدي، وابتسم وغمض عيني. فالدكتور قال لهم طلعوها بره، انا ما اعرفش ان هو كده مات. انا خرجت بره، فبعتوني بعيد قوي، بس انا شايفه من المونتال بتاعه الشباك من بعيد هما بيعملوا ايه، كانوا بيعملوا صدمات كهرباء. قعدوا كده من الساعه 12 الظهريه، وائل غمض عينه، اتشاهد وغمض عينه، والظهر بيقول الله اكبر الساعه 12. قعدوا كده لغايه الساعه 2:30. خارج المواهب الفطرية دايما بيكون فيها نفحة إلهية تضيف لها الإبداع والتميز والاختلاف، نفحة تخليك تحس أنك أنت قدام موهبة استثنائية صعب أنها تتكرر. النهاردة معايا طفل موهوب مع مرتبة الشرف الأولى، أصغر ملحن وأول عازف بقدمه في مصر، أطلقوا عليه لقب بيتهوفن الوادي الجديد. بيقدر يعزف سماعي من غير نوتة موسيقية، يقدر يعني يخطفك بمزجته لعالم خاص من السحر والجمال. الأهم من كل ده، يقدر يخليك تنسى طول ما انت شايفه وسمعه يعني انه بيعاني من ظروف صحية صعبة الحقيقة. الطفل اللي معايا مينا الموهوب، ومشرفاني ايضا والدته الأستاذة ميري. مينا ازيك؟ الحمد لله، نورتني، اهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. انا سعيد جدا يعني بسمعه عن مينا، وسعيد اكتر. مين اطلق عليه بيتهوفن؟ اولا شكرا على المقدمه الجميله اللي حضرتك قلتها لمينا دي. اللي اطلق على مينا بيتهوفن المتنيح الانبا بكتور اسقف في الوادي الجديد. مينا كان ان هو 4 سنين كان بدا يعزف، فكانت في احتفاليه لقصر الثقافه عاملاها لاحتفالات اعياد الميلاد المجيد، وكان مينا شارك من الكنيسه بالعزف، وكان موجود سياح اجانب يعني، فهو كان بيعرفهم على مينا وقال لهم انتوا عارفين بيتهوفن العالمي، بكره الايام تثبت لكم ان مينا ده يبقى زيه، ده بقى بيتهوفن الوازي. ومن هنا اطلق عليه اللقب دوت. ايه نوع المرض اللي موجود عند مينا؟ مينا بيعاني من اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركه. الاضطراب دوت بيخليه على طول ما بيقعدش، يعني بنسبه كبيره على طول حركه كتير، نسيان باستمرار. طبعا ده صعب جدا انه يقدر يتحكم في عزف او في مثلا حتى في الدراسه. علميا ما يقدرش ان هو يوصل لمراكز عاليه في الدراسه، بس احنا حولنا الموضوع، خدنا الموسيقى كعلاج. جميل. هتعمل ايه بقى النهارده؟ هيعمل لنا ايه؟ انا سمعت ان هو النهارده هيعزف لنا برجليه، مظبوط؟ وهيعزف موسيقى بايده، ايوه، وكمان هو بيكتب قصص وبيعمل رسومات بالرمل، مظبوط؟ تحب نبدا بايه؟ برجليك الاول؟ يلا اتفضل. اول عازف بقدمه في مصر، بيتهوفن الوادي الجديد. Thank you.
تشاو عزف جميل جدا. هتعزف ايه تاني؟ تعزف قلبي ومفتاحه. ماشي قلبي ومفتاحه. فريد الأطرش يلا اتفضل. هايل هايل هايل. اتفضل هنلعب على الاورج بقى. عايزه بس اقول لحضرتك اتفضل ان مينا بالنسبه للبيانو الارضي دوت هو زي ما قلت لحضرتك هو عنده فرط حركه، فجت فتره الكورونا في الموجه الاولانيه طبعا كان عزل تام في البيت، وكان اصاب بحاله اكتئاب شديده لان هو لازم يتحرك كتير، بيروح تمارين وبيروح بيروح كل ده وقف. فهو كان مع القديره سهير عبد القادر بتكلموا على طول لان هو تبع اولادنا هناك. ف اخبارك العظيمه دي مسير عبد الله، اخبارك ايه مينا؟ قال لها انا مش عايز اعزف ووقف العزف خالص. قالت له لا انا عايزاك تيجي لي، انزلي احنا من الوادي الجديد. نزلنا لها مخصوص في القاهره، فقالت له انا مجهزه لك مفاجاه. هي اللي جابت لي الاورج ده. قالت له انا جايبه لك مخصوص من امريكا وانت تبقى انا اول مره اشوف في حياتي الاورج. قالت له انت اول واحد تعزفه في الجمهوريه وواثقه فيك ان انت هتعمله في افتتاح ملتقى اولادنا. ادت له دفعه غير عاديه، بدا ان هو يواصل التدريب طول الوقت. برافو. هتعمل ايه دلوقتي؟ هعمل لحن الخروج لفارس الأطرش. اتفضل. انت ظابط الايقاع بتاعك؟ طب يلا. Thank you.
برافو برافو برافو. شكرا. انت هايل. انت بتلعب سماعي؟ اه مظبوط. اه مظبوط. هايل، بيلعب بايدي الاثنين و... مش نوتة لسه لغايه دلوقتي. مينا ما اتعلمش النوتة. ما اتعلمش النوتة. برافو برافو. عرفت كمان هو لحن اغنيه الدنيا حلوه؟ اه لحنت. اه ده لحن الدنيا حلوه ولحن اغنيه للام، وفي حاجات في المدرسه كمان بيحولها بالتلحين اناشيد، يعني في المدرسه بتبقى صعبه يقوم محولها للتلحين عشان تبقى سهله عليه. عرفت كمان وبيكتب قصص قصيره صح؟ اه صح. كتبت كم قصه بقى؟ الفت قصه. انت نفسك تطلع ايه بقى يا بيتهوفن؟ نفسي اطلع اولا يعني ملحن، وثانيا اطلع ضابط صاعقه. انت هتطلع ضابط صاعقه ان شاء الله، وتطلع ملحن عظيم، وهتبقى اجمل انسان ان شاء الله. انا سعيد جدا بيه وسعيد بيكي. انت ام المثاليه بتاعت الفادي الجديد، انا عارف، وتم تكريمك كأم مثاليه. انا عرفت اختاروكي لام مثاليه بعد ما شفت ابنك ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه. موهوب في العزف، موهوب في الحكي، موهوب بالرسم بالرمل. نورتيني وشرفتيني. شكرا جدا. وانا اتمنى لك كل نجاح، انك انت هيبقى لك مستقبل كبير جدا. شكرا. انا حبيت اقدم لكم بيتهوفن الوادي الجديد، ربنا يعني صحيح اصيب يعني بمرض، لكن وراه ام عظيمه جدا واسره عظيمه دعمت موهبته، وهو عشان عنده اراده قويه جدا لم يستسلم، واصبح النهارده فنان موهوب وبيألف مزيكا، بيلعب بيانو، بيلعب برجليه زي ما شفنا، بيرسم بالرمل، بيألف قصص جميله فيها معنى وفيها قيمه. انا حبيت اقدم لكم بيتهوفن الجديد، او بيتهوفن الوادي الجديد، في واحد من الناس.